مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافيه. اليوم الفيديو غير عن كل مره، شرح عن محرك الروتري اللي تلاقونه بالمازدا، وهذا صاحب السياره هشام الموسوي راح يشرح لنا عن محرك السياره. بوريكم اياه. صاحب السياره بنفسه جمع الماكينه من كثر ما هو يحب الروتري، وبالكويت ما في يعني الا جراج واحد يمكن يشتغل فيها. تخيلوا ان هذا محرك سياره بس، يعني جزء ثاني يركب هنا، وهذا محرك سياره بالكامل، ما في سلندرات ولا بساتن ولا شيء. الهواء يدش من هنا، الشراره تجي من هنا، الغازات تطلع من هنا. انا راح اقول لكم على السريع، وصاحب السياره هو اللي راح يشرح لكم بما انه هو اللي جامع الماكينه اصلا. هذه محرك ثاني قديم يعني، وبوريكم شنو تتميز فيه المازدا هذه. اول شيء ضغط عالي، تدش ال RPM ليل 9.5. ثاني شيء صوت اكزوز حلو وباور عالي بحجم ماكينه صغير، هذه 1.3. هنسمعكم صوت الاكزوز. راح نسوي ازعاج طبعا بالجراج وايد. بعد الفاصل الغنائي هذا او الموسيقي الجميل، شفتوا شلون صوت الريتوري، شلون الروتري يصبح شلون الصوت مميز. فيها شغله ثانيه مميزه، لما تسوق هال RPM يدش ل 9.5، يعني اخذ متعه وسياره قرعادي. الحين نشرح لكم على المحرك وشلون المميز فيه وشلون هو كذي، يعني عباره عن دائره مثلث بس. بس تشرح لنا ما عليك امر على المحرك. يا شباب هذا محرك الروتري اللي هو 13D. طبعا هذه ماكينة الرانسيس اللي هي ماكينة الارك 8، بس اليوم مستعملين روتر الارك 7. هذا روتر الارك 7، لو تشوفون هني المسافة فيها وايد. ليش الموضوع هذا؟ هذا عندك كومبريشن ريشيو اللي هي فرق الضغط. هذا روتر الارك 8 لو تشوفون الفرق، هذه عالية، هذا كومبريشن عالي، هذا كومبريشن نازل. الارك 7 ليش؟ عشان مكان التيربو لازم كومبريشن نازل. بلش بالشرح الماكينة. عندنا هني اول شوط السحب الانتيك، يدش الهواء من هني عن طريق الانتيك، هني الانتيك بورتس يدش الهواء هني، الهواء عندك البنزين داش هني حلو، تفر الماكينة. هني يبلش معاك الكمبريشن اللي هو الضغط الشوط الثاني. عندكم هني بلاكين، واحد مكتوب عليه ليدنج وتريلنج، تي بس هني شوي علشان اوريك. هذا مكتوب عليه حرف ال وهذا حرف التي. الليدنج هو اول شيء يشتعل، ليش؟ عشان يوجه الحرقه لتحت. حلو. عشان لا يصير معاك اللي هي الاتجاه الحرقه الغلط، بعدين يصير عندك تكسر الماكينه من الاخر. يعني غلطه واحده تروح الماكينه. هذا مشكلته بالتايمنج اكثر شيء، يعني بالعيار لازم الواحد يدير باله عليه. اول شيء يولع هذا بعدين هذا، طبعا فرق اجزاء من الثاني شيء بسيط يعني عشان شنو تكمل الحرقه، وكذي حاطين لها بلاكين. فعندنا هني ناتج الحرقه، طلع عندنا هني يفر يطلع هني عن طريق الاكزوست بورت تحت هني مكانه. الماكينة ما فيها بسات وسلندرات وهالامور، هذه طريقة الموضوع اللي فيها. وبسبة هالموضوع الماكينة تعطيك RPM عالي حيل وباور من محرك صغير، يعني شوفوا حجم المحرك حيل حيل صغير، هذا 1.3 لتر، السيارة 230 حصان تنفس طبيعي. يعني ما راح تحصل سيارة بهالحجم ماكينة 1.3 نفس الباور هذا. الحين شوي بندقق بالتفاصيل، احنا اعطيناكم الفكره المبدئيه حق اللي بس كان وده يعرف شلون طريقه المحرك. اللي وده يعرف التفاصيل الحين التفاصيل. يعطيكم العافيه شباب. طبعا هذا نسميه الفرونت ايرون، هذا هني يصير وجه الماكينه تحت. يعني تخيل الماكينه كذي طالعه تحت، هني صدر الماكينه قدام ونهايه الماكينه هني فوق عندنا. نبلش اول شيء هذا الفرونت ايرون، هني يركب الروتر الامامي، ينحط كذي عندك هني التوث الجيرز يركب عليه على طول. طبعا مهما تسوي ما تصير تحط غلط، لان كل شيء موازن اوكي. يعني اذا صار في غلط عندك ماكينتك فيها غلط، مو شغلك غلط.
يعني مستحيل تركب الروتر غلط. حلو، يعني اهم تركيبه تركيبه سهل. عندنا هذا الفرونت هاوزنج هني يقعد مكان الروتر، طبعا هذا هني غرفه الاعتراق عندنا داخل هني تصير مثل ما قلنا هني البلاكات الليدنج والتريلنج البلاكات يولع هذا اول عين الثاني تحطونه كذي. وهذه هم ما في مجال تركب المقلوب ولا في؟ لا لا ما فيها، شوف عندك هني كل علامات كل شيء مبين عندك. تركب هني. طبعا هذا يسمونه الداولبن، شنو شغلته هذا؟ شغلته انه يوازن لك الحركة، لان ساعات الماكينة تشتغل لازم تقلل كثر ما تقدر اللي هي الفايبريشنز. حلو. فهذه يسوونها كذي، في شركات تسوي بدال لا يسوون لك اثنين من هذا يسوون لك واحدة طويلة يسمونها السولد داولبن. هذا تصير قطعتين. يركب البليت اللي بالنص سكر على الروتر الاول وتصير داولبن ثاني حق الروتر الثاني، بس في شركات ما قلت لكم تسوون اللي هي سولد داولبن قطعتها طويله. هذا كله شغل وكاله الحين قاعد اتكلم عنه. هني حق الروتر اي جهه بتركبه يركب، فر بيدك ما عندك مشكله. من تجي تركب الشافت توجهه عدل بس راكب شغلك اوكي. طبعا الماكينة السيارة لأن بالكويت ما في إلا يمكن جراج واحد يشتغل فيها، فأخونا هشام تعلم إنه يجمعها بروحه وكانت في محاولة فاشلة وبعدها محاولة ناجحة. المحاولة الفاشلة إيش كثر مشت السيارة؟ تقريبا 1500 كيلو. 1500 كيلو. كسرنا سيل هني. إيه. هذه اللي فشلت. هذا كسرناه إيه. كسرنا سيل وخلاص نكلناه وخليناه حق شو يعني حق شو. هذا شكل طبعا هو خلاص ما قدر استعمله يعني. خلاص لان هذا منتهي ما قدر استعمله مره ثانيه. زين وبعدين نجمعها مره ثانيه. جمعناها سنه 2016 شهر 12 والحين شغال الحمد لله ماشي الحين تقريبا على جمعه اللي طافت تقريبا 26000 كيلو. 26000 كيلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني المحركات هذه ما حد يشتغل فيها والناس تستصعب انها تشتغل فيها، وبنفس الوقت هو تعلم من اليوتيوب ومن الفيديوهات، وفي ديفيديات تعلم شلون يعني تجمع ماكينه الروتري، فهذا يبين لك انه ما في شيء صعب، اي شيء ودك تتعلمه راح تحصله باليوتيوب وبسهوله، ولا ايش رايك؟ بالعكس انت يعني اللي راح يمنعك انت شخصيا نفسك، يعني اذا ما تبي تتعلم ما راح تفهم. بس اذا انت حاب الشغله هذه تبي تتعلم راح تسعى وراح تنجح باذن الله. انا بشرح على شغله ثانيه بعد اذا في مجال. بنتكلم عن طبعا هذا يسمونه السنترك شافت، هذا بديل الكرنك مال السياره مكان البستن العاديه، هذا يسمونه السنترك شافت. اي اوكي. الحين هذا السنترك شافت الريشيو بينه وبين الروتر 3:1، بمعنى هذا يلف 3 لفات الروتر يلف لفه واحده. تبون نشوف على بعض كذي على السريع؟ يلا. اوكي. فرينا هذه لفه. هذا كان هني يا هني عدل؟ اي يعني ما افتر لفه ربع لفه. ثلث لفه، لانه شنو صاير؟ كل لفه من هذه ثلث لفه من هذه. الحين قلنا هذا يا هني وهذا لف لفه واحده. هني لف ثلث لفه. نلف اللفه الثانيه. هذا يا من هني لهني ثلث ثاني. حلو. هذا فر فرتين. ثالث لفه يرجع مكانه نفس ما كان. وهذا قلت لي مال هذا مال ارك 8 اللي حق السياره هذه القديمه، وهذا الروتر مال ارك 7. هذا مال ارك 7 اللي ما شافها دش اليوتيوب كتبوا ارك 7، هي سياره اسطوريه طبعا. حطينا هذا عشان صعب والله في ناس يعرفونها الهاوين بس هذه مال السياره هذه. شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم شوف، اول شيء فرق الكمبريشن تكلمنا عنه. تشوفون هني هذه غاسله داخل اكثر، هذا لو كومبريشن. هذه لان السياره هذه عليها تربو. عليها تربو من الوكاله، هذه هاي كومبريشن. اتوقع هذا كومبريشنها 8.5:1، هذه 10:1. اعلى كومبريشن ريشيو نزل على الروتري هذه الار اكس 8. يعني اذا حطيت تربو على هذه يعني شوي ضغط الماكينه. ما تصمل، هي تضغط الماكينه زياده عاد. اصلا جونا يعني ما شاء الله. حلو يعني اتوقع راح. طبعا كل روتر عن روتر يفرق بالانتاج، عندك الوزن يعني في فرق بين هذه وهذه يمكن بالمئة 200 جرام ما تحس فيها بالضبط، بس كل ماكينه يعني سووا جنريشن جديد فرقوا بالكمبريشن شوي وبالوزن اكثر شيء. طبعا هذا وزن تقريبا 9 باوند بما يعادل تقريبا 4 كيلو وات. 4 كيلو وات. انا في شغله كنت مو فاهمه وما قصروا في هشام علمني اياها، دائما اسمع 3 روتر و 4 روتر. لو تبحثون بعدين يمكن راح تتعمقون بالموضوع وراح تسمعون 3 روتر و 4 روتر وما راح تفهمون ايش السالفه. الثري روتر يعني فيها 3 من هذه الماكينة صايرة أطول وفيها 3 من هذا، والفور روتر نفس الشيء بس 4.
بالبدايه ما كنت فاهمها لان هذه فيه بس روتر واحد. اذا دخلتوا وشفتوا 3 روتر والفور روتر راح تسمعون صوت، يعني شفتوا الصوت اللي سمعتوه احلى منه بوايد بعد، شيء خيالي وباور حيل عالي. كم توصل الهوس باور الفور روتر؟ شوف الفور روتر عندك واحد الحين شغال امريكا عند ارك 7 محولها فور ويل فور روتر توين تيربو، هو ناوي على 1800 حصان. 1800 ناوي عليه، يعني عاده نطلع يعني تقريبا من كم؟ 1400 1600 ما عندهم مشكله. والله ارقام خياليه بصراحه. ترى باستراليا سووا ماكينه 6 روتر ان اي، يمكن ماكينه تصير هالطول 6 روتر. هي. متخيل معي 6 روتر كم الهوس باور مالها؟ هورس باور ان اي 815 بامب جاز 815، يعني الار بي ام، يعني انتم تخيلوا سياره 800 حصان وصوت طرب، والار بي ام اتوقع يدف اكثر بعد من... لا الار بي ام مش مشكله، يحددك البالانس اللي عندك وشلون جمعتك صايره. يعني 13 بي هذه تو روتر وصلوا فيه يمكن 14000 ار بي ام اكثر شيء. ما شاء الله 14000، تخيلوا انه يعني سياره مو سيكل الار بي ام داش ل 14 وانت حاط اكزوز، يعني متعه متعه ما بعدها متعه. وهذه سيارة الار بي ام مالها كان يدخل 9.5 وكالة، بس نزلوا شوي خلوها 9 لان الهوس باور من بعد ال 9 شافوا انه مو قاعد يصعد فوقفوها على 9، بس ممكن مع تعديلات وامور نفس هذه تصعد مثل ما قال حق ال 14. والله يعطيك العافية بصراحة، ومتابعين ادري ودهم يمكن يشوفون تجربة سيارة، بس احنا راح نخليها كذي. اذا ودكم تشوفون التجربة نبي نشوف 500 لايك على هالفيديو. اذا شفنا 500 لايك على هذا الفيديو راح نجرب لكم اياها اذا ودكم تشوفون تجربه السياره هذه. تفتح لنا مع الكاميرا البوت خلنا نوريهم حجم الماكينه، يعني شلون ما على ماكينه، ما على سياره واقفه صار لها فتره. صاحب السياره وده يعدل عليها الحين، يبدل لاتاتها وكذي. السياره اي موديل هي؟ 2007. شوفوا هالمكان، يعني ايش كبره المحرك، تخيلوا هني البكرات وكذي. ماكينة تقريبا جايه لهني شوي، يعني داخل 3 انش عندك من هني لهني، هذه حجم الماكينه بس يمكن نص متر. تخيلوا يعني حجم الماكينه هذه، ماكينه بهالصغر هذا 230 حصان، 230 على الكرانك من غير تربو من غير شيء، يعني بصراحه ابداع. وشركه مازدا ان شاء الله قاعد تفكر انها تسوي هالمحرك مره ثانيه، وكان في بعض العيوب المحرك عشان كذي وقفوه، الانبعاثات والامور هذه، قوانين الانبعاثات ومشكله بالسيلز اللي هي هذه. كان عندهم مشكله يقولون بالسيلز اللي تركب هنا، السيلز اللي هي هذه يسمونها افكس سيل هنا شوي، هذا يسمونها افكس سيل، هذا يعتبر رنج البستن مالك. عندك على كل صوب واحده، يعني عندك 3 هنا افكس سيلز على كل زاويه، وعندنا هنا سايد سيلز، هذا وظيفته انه يعزل لك بين السطح هذا والسطح اللي هنا راح يكون يركب، بس انا ما جبته معي اليوم للاسف لان كنا بنشرح ماكينه مطله اكثر عشان اي لو مسكره ما راح يشوفون يعني. اي نعم. فعندك هنا 3 سيلات حق كل صوب سايد سيلز، 3 ب3، وعندنا هنا ابيك سيل 3، مجموع 9 سيلات، وعندنا هنا هذا يسمونه اويل كنترول رينج، هذا علشان الدهن لانه يطلع من هنا صوب الكرانك شافت، عفوا الستريك شافت، يضخ هني الزيت يعطي لوب حق البيرنج اللي داخل الروتر، وحتى الروتر نفسه يستقبل هني زيت، فعلشان الدهن هذا ما يطلع برا على غرفه الاحتراق حاطين لك هذول يسمونهم اويل كنترول رينجز، هذول هم. حتى لو تشوف هني قاعد ينضغط معي لان هذا ربر داخله. زين، واللي هم كانوا يقولون ان العيب مال السياره السيلز، هم قصدهم السيلز اللي هني هذا الرئيسي، هذا المشكله كلها يصير عليه. هذا هو اللي كان شوي في تشيب عليه، لو تشوف دق شوي تبين شوي في تشيب هني. مشكلته هذا مع الاستهلاك مع الاستعمال، تضغط سياره شوي شو يصير معك؟ يكسر لك السيل، وساعات يصير معك بدال السيل لا، يعني اوكي مشكله السيل سهل، بس اذا تعور معك الهاوزنج هني لان هذا حديد او خلينا نقول معدنه اقوى من الهاوزنج، هذا يصير المنيوم كروم بليتد. فعلى السرعه العاليه اذا انكسر معاك ساعات سيل يصدغ لك هذا كله وخلاص تجيب واحد غيره، ما ينفع تسوي مكلف الموضوع. عشان كذي السياره يعني وايد ناس كانوا يخافون يشترونها، وحتى كانت تتم غير كفاله بالوكاله السياره، وما كان حتى الوكاله اذا يعني اختربت الماكينه يجيب لك غيرها وخلاص انتهى الموضوع. فعشان كذي وقفوها الشركه بعدين، وعشان قوانين الانبعاثات، بس الحين شركه مازدا يقولون انهم شغالين على ماكينه روتري جديده بيتميزون فيها، بما ان الناس يعني عرفت الروتري من المازدا.
واللي ما شاف البروجكت اللي هناك اللاند روفر، فيديوهاتنا اللي طافت شرحنا عن اللاند روفر وشنو بنسوي فيه، وتقدرون تتابعون البروجكت هذا. والله يعطيك العافيه، والله يعني طولت بالك معنا وجبت لنا المحرك والسياره، يعني نعطي الوعي حق الناس شوي. ما قصرت والله، ما قصرت حاضرين يعني، وان شاء الله الناس يكون فيهم الوعي الكافي يعتمدون على نفسهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومثل ما قلنا لكم، اذا شفنا 500 لايك على الفيديو نسوي لها فيديو، ولا ايش رايك؟ حاضر، نشوفكم على خير. والله يعطيكم العافيه، ونشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله.